انا بخرجش من المغاره دي. مغارة عمرو بن واد هكي عندك سبرديل تشيك باش تخرجوا لهذه المنطقة. ها هي دخلنا ليها. ها هي كي تشوفوا فيها رفلة من الضوء خرجنا للمغارة اخوان. مصطفى هو يخرج. مصطفى فهاد اللحظة مصطفى تلف ما كاينش ما بانش لينا وقيلا دا الواد. سمحوا لنا الاخوان دا الواد مصطفى حتى لا لقينا فشي فازة ولا فشي قناة اخرى. المهم هالكرم اللي بغا الكرم ها هو مشي. والله الا الدنيا واعرة والله الصراحة الشمس ولكن الدنيا زوينة. المهم المهم هالو فين ما بقاش الدورة تما نخرج من هاد الحفرة هادي. سير يلا رجع من الحفرة. علاش؟